والله بدون مجاملة هالأمساك هذه أكرر نفس الكلمة، ضربة معلم من فن باي فن. عطورات جميلة باردة وسعرها جدا مناسب، 12 دينار. هذا اللي هو بيور مسك، اللي بالنسبة لي هو الأفضل. وكلهم ترى على فكرة متقاربين، يعني كلهم مسك بس بنكهة مختلفة. هذا بيور مسك يعني مسك خالص، هذا بينك مسك، هذا وايت مسك، وهذا سوفت مسك. صراحة كلهم أمساك، بس يعني كل يوم مود مختلف. انا صراحه يعني بالنسبه لي اقول بيور مسك بالنسبه لي جاز لي اكثر، هو يا الوايت مسك. البنك مسك يعني فيه نكهه مختلفه، وبالنهايه كلهم امساك. انا احط لكم الرابط تحت، وانا انصح اللي يمر فن باي فن بواحده من المولات، بكل يعني بكل مول بالكويت تقريبا موجود لهم بوث، بل يمكن بوثين وثلاث. مر وجرب البيور مسك، وجرب مجموعة المسك هذه. أنا راكب مع الربع هذولي، أبو عايد شو يقول حق فهد؟ يقول أبو عايد يقول تكفى فهد بخاطري، فهد يعني ما شاء الله عليه صوته حلو. ولا ويقلد أصوات الـ يعني مثل ما تقول أذان الحرام، أذان القصيمي، أذان أبو عايد شو ضارب على أذان بنجلاديش. شوف يقول ودي يقول فهد ودي أسمع أذان بنغالي بشبرتك. هذا مسجد منطقة سكنية جديدة شبرا. يلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أبي فهد أذان في أذان أذان أهل الزلفي، شايب بالزلفي. بس ترى شوف أذان شايب عصبي بالزلفي زين، بس لا صعب، لأن ليش؟ لأن صوتي فيه هنا هو شوي خشن. هم خشن إيه، لا احنا النبرة تبين لأن كبير بالعمر فيصير خشونة. حلو حلو، الله عطنا أكبر، الله كذي عطنا 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 نقول بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا أذان فجر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نبي الحجاز، اهل الحجاز، او مثلا اذان اذان مكه 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 الحرم الحرم اذان الحرم. لا لا ما نبي الحرم، لا نبي نبي الحجاز. حجاز احلى. لا لا الحين الحرم، الحرم اذان الحرم كنا نعرفه. اي نبي نبي، هل يجيب نفس اللي نعرفه؟ هو الحرم حجازي. قول بسم الله فهد اذان الحرم. لا مو حجازي، الحرم حجازي. لا يا حبيبي مكاوي، حبيبي مكاوي. نبي مكاوي. مكه وين؟ بالحجاز مكاوي يا حبيبي. لا لا ما يصير ابو عايد، الحجاز غير يا فهد. اذان الحرم الله يهينك. أذان الحرم. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أكبر الله أكبر، الله أكبر. وعايد من الأذان علي حرام يا ولد. من الأذان يعني ها؟ أي والله بقول من الأذان صراحة حسيت إني راح مكة. تعال حبني يا ولدي. ترى ما يدرون إني جاي. يا شباب وين سالم محمد؟ قاعد ياكلون. قاعد ياكلون؟ خلصت. الله الله وسخني. بارد الجو؟
ماي بارد يعني. زين هوا يمكن هوا. وين رحتوا؟ ها؟ ماما تاكلون؟ والله القميص حركات القميص. زين تبون نمشي ولا؟ لا. ها؟ الشوط الثاني بعد؟ يلا عواف. بس جنة يا شباب يقولون برد؟ لا تمرض سالمة ما نبي. الماي بارد؟ يقول لا تجيني الحين لا تجيني بروح ولا تجيني تعالي بعد الساعة 7 الساعة. الطاقم عنده مكتمل عيال عمه ما شاء الله أغلب جافة مستمتعين. نسمع عن البازار والبازار في تركيا ومنتشر بكثرة. البازار كل القرى كل يعني كل منطقة عندها سوق أسبوعي يسمونه البازار. والبازار في تركيا باللغة التركية معناتها يوم الأحد. احنا عندنا في قريتنا لمعشوقية هذا البازار البسيط المتواضع كل شيء تحصل عنده مصحون مصحون خضرة فواكه كل شيء. شنو بعد؟ هذا مش الطيب بس انه خلاص مستوي هذا مربى. هذا بس يتحول مربى الحين. أيوة لان اخر المشمش الطيب يعني خلص موسمه. هذا اللي نحط على الكيك الحامر الحين الكرز التوت الحامر. وهذا الكرز هذا اجمل طماط يقول لك حقلي. يقول لك ابو عايد شفت الطماط الحمر واللي حماره قليل كذي صاير على وردي هذا الحقلي وحص هذا اغلى. اغلى؟ الذ زين ولا مو الذ؟ الذ هذا الذ. الحين اللي يسوي منه الريوك هذا كل شيء فيه البيض البلدي الاجبان. يقول لك ابو عايد اذا شفت الفقاعات داخل الجبن اعرف انه ممتاز جدا. نعم هذه اللي المدخنه هذه نوعيه ثانيه اقوى تدخينه. هذه نوعيه وهذه نوعيه تدخين مدخن الجبن المدخن. غالب الاتراك يمرون البازار مره بالاسبوع يشترون كل حاجاتهم ما يفول البيت دار الشيل كذي. يدري ان كل احد مثلا بقريتنا كل احد في نفس هذا البازار كل شيء موجود من بهارات وغيره. فمعتمدين بكل القرى وكل المدن هذه الثقافة اللي هي ثقافة البازار. سوق أسبوعي في كل مكان وسوق شامل ملابس أجبان أواني هناك حتى الخضار وغيره. طبعا هذا كله يسوونه صباح يوم الأحد وإن شاء الله المغرب بالليل خلاص. يوكي الظاهر تصدقون انا قاعد اسال اقولها نفس الاغراض اقدر احصلها الاسبوع الجاي. تقول لا انا ما راح اجي الا مره بالشهر. معناته انه مو نفس التاجر اللي يقعد في نفس البسطه كل شهر او كل اسبوع. كل اسبوع تاجر مختلف. صراحه الصيف هذا صيف الكرز. السنه اللي طافت كان المشمش. السنة هذه سبحان الله المشمش مو ذاك الزود يعني حتى اصلا ما تحصله. واذا حصلته طعمه سبحان الله بالمنطقة كلها طعمه مو ذاك الزود. السنة هذه الكرز روعة. السلام عليكم. الله يحييك. يا هلا يا هلا يا هلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جلسة جميلة عند الدكتور خالد الهاجري براشد. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا حيه. عسى ربي يبارك له ويزيده من فضله. بالنهار هني الإطلالة روعة على بحيرة صبنجة. الله يزيدك من فضله. ريحة تثر في خشمي ثم سحبت لي وقدة أرطة وشبيتها. أقسم بالله يمكن مرات أن تخنقني العبرة والله العظيم لا شعوني. يقول أو كان في نعمة والله ما أكو أحلى من النعمة هذه. هذا ها يا ولد أثر هذا ريحته منطور وسبت وقده والله انها عندي جنه تسوى تركي. تاخذ اللي وراي والله العظيم لو يناديني واحد ما التفت له والله. لو يناديني ويقول يا ولد يا ولد والله ما التفت خلاص انا في جو. كل شيء مسجل طال عمرك. هذا من حبك للرمث. والله يا جماعه اني انا احب اروح لحالي واني احب اني اجلس في الجو هذا هالدماثه هذه وعليها اثر المطر سبحان يا اخي والله منظر عجيب. طبعا السؤال بجد عقب ما جاب الرطه وسالم ولعه وحطه بالشكل هذا شفني ولعته. ابو عايد محب جدا جدا شبه الرمث تحديدا والغضا واحب الكشتات تعرفون انا متابع من زمان. مره من المرات كاشتين في السالمي معانا الشيخ عثمان الخميس عسى ربي يطول عمره
وبعد صلاة العصر الشيخ عثمان الخميس أعطانا درس من نفس الآية اللي كان أو الصورة اللي كان يقراها، وكان يتكلم عن الجنة ونعم الجنة. ورانا شبة رمث وبعاي تأثر وسأل سؤال والله العظيم ما أنسى ذاك اليوم، سأل من قلبه، يسأل الشيخ عثمان الخميس. بجيب لكم مقطع واحد لكم إياه، مقطع جميل جدا. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك فيهما من كل فاكهة زوجان فرق بينهم. هنا الجنة العالية قال متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، بينما هناك متكين على رفرف خضر وعبقري حسان. فرق. فالإنسان العاقل حقيقة غير أنه يسعى إلى الجنة، يسعى إلى درجات العلا في الجنة، مو بس الجنة، يعني ما أبي الجنة وبس، لا أبي الجنة وأعلى الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. الحين فيها رمت، حنا اللي بغينا يعني حنا اللي بغينا اي والله العظيم فيها رمت، فيها غضا لنبيها شجرة لنبيها الجنة في سمر تكفى سبحان الله. لا اقول لك اقول فيها ما تشتهي الانفس وتلذ العين. اي يا حلو شبة الرمت، انا اقول يعني اللي بغيت اتنعس بالجنة على جنب القالي رمت شبة.